السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درس النهاردة مهم أوي أوي أوي، وهي الحتة البيضة اللي هي البيضة ناحية اليمين. ولما نخش أيضا المهام الخاص للأدمن برضك تبقى ما زالت بيضة، حتى لما نخش عند تغيير البرامج ما زالت بيضة، وظيفة أدمن ما زالت بيضة، والرقم التلقائي ما زالت بيضة. طيب، يبقى احنا عايزين نعرف ده ايه هو الافادة، مكانها دي تبقى ايه. مكانها دي المفروض تبقى ايقونة الخاصة للشركة المتحدة للاستيراد والتصدير، او الشركة او شركة سين او شركة صاد، بتتغير طبقا لو انت هتبيع برنامج لحد، بتبقى اكيد المكان ده ليه شعار، فانت بتغير الشعار طبقا للنشاط نفسه. فاحنا اول حاجة بنعملها هنعملها عند المهام الأول اللي هو مهام الأدمن، لأن هو المهام الأدمن الوحيد اللي هيقدر يغير الشعار ده وليس المستخدم طبعا. وهنكتب عليه أيكون المنشأ. أيكون المنشأ بيجيب صورة صغيرة كده اهو، اللي هي الخاصة بشكل اللي هو شكل الأيقونات نفسها. هل المهام كده خلص؟ لا طبعا ما خلص خالص، احنا لسه ما عملناش حاجة. هنا المفروض بنضغط عليها يفتح لي ناموسك صغير. طب احنا هل في ناموسك صغير معمول جاهز نعدل فيه؟ هنشوف. ناموسك صغير، محتاجين ناموسك صغير. لا طبعا مش حاجة زي كده، مش حاجة زي كده، مش صغير او كده، لا ما يكونش رسالة. ماشي، ما علينا، هنعمله من جديد احنا، مش مشكلة. كل ده فتحته، يعني انا كل ده فتحته، مش ممكن يعني. طيب، هننشأ النموذج اهو يا سيدي. عبارة عن طبعا في زرار مهم اوي اوي، هو زرار الاغلاق. زرار الاغلاق معمول اغلاق اغلاق، ماشي مش اشكال. هنعمله اللي هو اللون، وهنعمل له زرار هنا. إغلاق ده بقى هيبقى كلوس، يقفل النموذج عند الضغط عليه، يقفل لي النموذج ده كلوس ويندوز. شكرا كده هيقفلوه. وعايز نشيل بس معلش الاتنين دول، نو نو، وده هيبقى نون، و
يظهر كرسالة مفردها ويكون منبثق، هيسيب باسم فورم 17. ده بقى المفروض لما نضغط عليه يفتح لي بقى ايه، يفتح لي فورم 2017. انت طلع عيني وعيني اللي خدتني. ماشي. ده بقى ايه، كلوس فورم 8. لا مش هنعمل كلوس فورم 8 خالص، احنا اوبن فورم 17. ومش هنعمل اغلاق، اغلاق خلاص بقى من الداخل، بقى من داخل الفورم نفسه. بقى شكل عايزين بس نخليه متوسطا، متوسطا اوتو سنتر اس، اوتو سنتر بتساوي اس. اهو ده الشكل النموذج، واغلاق بيقفل، يعني الاغلاق بيقفل. هنا هنعمل حاجه اسمها ادخال الايكون، البرنامج الرئيسي. هنبقى ادخال ايكون، ادخال الايكون، ادخال الايكون ده هيبقى لونه مثلا غامق شويه بس في النص، والكتابه سودة تخين. كبر كبر تاني، لا مش قوي كده، مش الدرجه دي. و ماشي، هننزل شويه المقاس اللي هو بتاع الفند ده موجودة هنا اهو، طول مش عارف ايه كده، 0 2 باينة. وهنعمل اللي هي بتاع البرواز اللذيذ النميز ده، اللي هو الشكل الجميل ده، بس هنخليه ماشي، خليه زي ما هو كده. ادخال الايكون تمام كده. يبقى لازم لازم الايكون يبقى اتاتشمنت. يعني ايه اتاتشمنت؟ يعني الفاق ملف يعني. فهنضطر ننشئ جدول جديد، عشان طبعا دي داتا هتبقى اسمها فيلد 1. الفيلد 1 ده وظيفته هيبقى في تيبل 14. تيبل 14 نستنتج بقى او نجيب، اجيب 14 دي. التيبل 14 ده هنشوف، نقول له الفيلد 1 ده مهامه اتاتشمنت، مهامه اتاتشمنت. ولا ليه بقى كده؟ ماشي خلاص ماشي، احنا هنعمل اتاتشمنت هيبقى اسمه فيلد 2. خلاص احنا مش عايزين فيلد واحد ده خالص، مش هنستفاد بيه حاجه، او مش هنعمل حاجه بيه. يبقى التاتشمنت احنا ممكن نستفاد بيها في حاله مين هو اللي غير الايكون، والتاريخ امتى التاريخ، بس مش دلوقتي، مش دلوقتي، مش فاضيين الكلام ده. هنا الايكون، وهنقول اللي هو هنعرف الفورم 17 ده بالتيبل 14 عشان نقدر ندخل فيه الداتا، عشان نقدر ندخل فيه الداتا. تيبل 14 ليه؟ عشان يفتح لي، يفتح لي اللي هي دي، هنزقه دي كده اهو، علشان كده اصبح التاتشمنت جاهز لو يستقبل اي ملف. بقى يكون التاتشمنت، نضغط عليه ضغطه اهي، نجيب بقى الصوره اللي احنا عايزين نعملها، صورة الأيقونة، يعني مثلا العربية اللذيذة دي كده أهو. إغلاق، المفروض صورة العربية دي بقى تظهر لي هنا، المفروض صورة العربية تظهر هنا ويظهر في جميع الملفات. فإحنا هنظهر الصورة دي هنا إزاي؟ فسهلة جدا، إحنا دلوقتي هنا 14 دي هنحولها إلى فورم، بس فورم ده كل اللي علينا اللي احنا نخفي كل حاجة، هات بس الصورة دي هي اللي يهمنا. و او مش لازم احذف، احذف على قد ما تقدر، احذف بس ما عدا ايه، الصورة، ما عدا الصورة. هنشيل طبعا الكلام اللي هو على الشمال ده، على الشمال. مالك خد تيبل 35. طيب ماشي،
احنا هنا اللون ده ايه؟ اللون ده ايه؟ ازرق. احنا يبقى لازم نخليه نفس اللون ازرق. ممكن يكون ده. ونشيل البرواز ده اهو متشال من هنا، ونقول له هنا بقى تعالى لي هنا، نقول له هنا ايه بقى؟ نقول له معلش احنا عايزينك تكون تيبل 35، علشان طب تيبل 35 نوعها ايه؟ نوعها فورم. اهو ليبل 35 ونوعها فورم اهي. شكرا. حد فاهم حاجة؟ تعالى بقى نشوف كده ايه، هنخش من الاول خالص. هي الصورة ظهرت بس ايه دي وايه دي؟ لا طبعا احنا عايزين ايه؟ ليه؟ علشان الصورة كبيرة لازم تصغر شوية، يا اما حاجة من الاتنين تعدي من هنا. يبقى احنا هنعدي من ناحية 35 عشان نقدر نعدل نشيل البرواز ده ونشيل البرواز ده. بس مبدئيا احنا لازم نشيل ده، نشيل ده حتى ولو كانت صورة كبيرة. دلوقتي تشال ازاي؟ هنضغط عليها النقطة السوداء ديت، بعد ما نضغط عليها نيجي هنا عند البتاع اللي هي الفورمات دي، ونخلي ديت الكلمة اللذيذة اللطيفة اللي هي أول واحدة دي. اهو بقى هنطلع ونخش 100,000 مرة. ات تيبل 1، تيبل فورم 1، ده المفروض ايه؟ الصفحة الرئيسية دي 700. ماشي. برضك ما زالت مش معنى كده ان هي مظبوطة، لا مش مظبوطة برضو، لازم نصغر شوية. طب نعمل ايه؟ هنخش على التيبل 35 ونصغرها شوية بقى. الصورة محذوفة فاحنا لازم نظبطها، ده زيادة وده زيادة. خلاص كده واضح ليه محذوفة شوية. لا يبقى لازم تصغر شوية، اصغر شوية مفيش مشاكل. ايوه كده كده مظبوط. طيب في بقى مشكلة، ايه هي المشكلة؟ ممكن تتحكم في الصورة من هنا. لا احنا مش عايزين تتحكم بقى في الصورة من هنا، احنا مش عايزينك تتحكم في الصورة من هنا خالص. هنعمل ايه؟ هنعمل بص يا سيدي، هنقف عليها ونقول له ده بيتساوي نو وده بيتساوي يس، ولا اقول لك خليها 2 نو خالص. بص لو عملت اللالي خلاص اكنها عاملة زي ايه؟ لا نقشة في الحيطة، مش هتقدر تغير فيها خالص. طيب ده اسمه هنا ايه؟ مش احنا قلنا ده اسمه 35؟ طب ناخد بقى الجميل ده اللذيذ ده، هنعدي على جميع الفورم. ماشي هنعدي على جميع الفورم الاول، يضاف هنا ده فورم 2 يضاف هنا. يلا يا حبيبي يلا يا روحي، نشيل زي ما قلت لك، نشيل يا ابني ارحمني يا ابني ارحمني، يعني نشيل اللي هي شكلها متشاله بس مش عارف هي شالت ليه بقى على كده. شالت خلاص ماشي. يبقى كده اول حاجه 700، نقول ايه ادخال، دخل لي على دي وما تقدرش تحكي فيها. البانر نفس النظام، البانر خلاص. يبقى اضافه الادمن اللي هو انا بقى المفروض. الرقم التلقائي تعمل له
يبقى الرقم التلقائي اتعمل وكل حاجه اتعملت. الايكون، الايكون بقى، طب تعالى كده نغير الايكون تاني، لازم نعمل نروف ونحط الجديده. تعالى نشوف لنا صوره كده نميسه تاني، ما نشوف هل في صور. دي شعار اهو، اهو ايكون اهو، اغلاق بقى. مشكله ايه هنا؟ هيحدث 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 كل حاجه، هيحدث بس مش بيحدث في ساعتها يعني. طب في هنا مشكله؟ في مشكله. طب هنا الكلمه محذوفه ليه؟ متطرفه ليه؟ هل عيب صوره ولا عيب ايه؟ حتى لو عيب صوره احنا ممكن نكنزها، تبقى يعني مش على ما فاهمكم ايه الحدوده. انت حدودك فين؟ بص، شفت بقى الصوره مظبوطه. ايه اللي حصل؟ حصل سعادتك اللي هي المفروض تصغر اكتر كمان، تصغر كمان. ايوه كده، تصغر كده بالشكل ده، تصغر كده، تصغر كده. تعال نشوف. ماشي، اعمل موف دي. عايزين صورة بقى ايه نميسة، يكون ايه صورة حلوة قوي بقى. هات الشنطة بتاع كأس العالم ده، هات 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 هات، بس خد بالك. طب ماشي خلاص، بردك محذوفة واقعة. تعال نشوف الواقعة ده من ايه. احنا ممكن نعمل حوار حلو قوي، اكد ان احنا مظبوط. خليها كده بالمنظر ده كده اهو، وفي نفس الوقت هنخلي ايه، في حدود، والحدود باينه. هي حدود باينه، عايزين نخليها الحدود بتاعتها باينه. ايوه كده، عشان نشوف احنا الصوره بتيجي. يبقى كده عمرها ما يعني، طالما الحدود كده باينه خلاص كده مظبوطه. بس كده اهو الصورة عمرها. تعالى الناحية دي، معلش تعالى كبر كده سنة، صغر كده سنة، دي تبقى كده بالمنظر ده. هل الصورة هتكبر وتمط وتنام هنا وعليها وعلى اللي خلفوها؟ هنشوف. فين الفورم واحد اهو. هي كده مظبوطة الصراحة. عمرها ما تقع. طب تعالى نغير الأيقونة، نتخيل الأيقونة جديدة. هنمسح ده، اعمل اد، نشوف بقى صورة تكون عدلة بتاعت كأس العالم دي، يكون أيقون يا ريت. عربية حلوة اهي. لا لا، دي مش أيقونة، مش أيقونة دي. اعمل ريموف، هات فرقات الصور. الشعر لا، الشعر لا، نسيبك من الشعر دلوقتي، الشعر ده كبير. كانت في عربية نميسة هنا اهي برضه، امسح. هات في صورة كده ايه، هات الشوفرليه دي، اغلاق بس كده خلاص. يبقى احنا كده طالما مش هيعدي الحدود ده يبقى مظبوط كده. نخفي بقى الايه ولا ما نخفيش؟ انتوا رايكم ايه، نخفي البرواز ده ولا ما نخفيش؟ هو كده كده مش هنقدر نتحكم في الصوره. احنا ممكن ايه، ماشي، احنا لازم نخفيها برضه. هنقف عليها وهنعمل لها اللي هي البتاع دي، هنخليها ايه. في بقى نقطة بقى عايز اقول لك عليها، انا دلوقتي عايز اغير الايقونة دي. عايز اغير الايقونة ديت واحط ايقونة اهي، هنشيل دي ونعمل لها ايه، ريموف، ونحط اد اللي هي الايقونه دي مثلا. يوز اوكي، ما اعمل اغلاق ما غيرليش في ساعتها، لازم اضغط على اي زرار من دول.
طب ليه بقى؟ عشان انت ما عملتش ريفريش. ريفريش يعني ايه؟ يعني حدث لي ده، حدثهولي. طب ما نحدث نوصل له ازاي؟ يبقى انا عاوز اوصل لده. طب ده عنوانه ايه؟ هنعرف دلوقتي عنوانه ايه اهو. عنوانه يا سيدي شيلد 3 اهو، عنوانه شيلد 3 وموجود في فورم 12. طيب لازم التحديث ده يجي من ناحيه الايكون، الناحيه دي، عشان ما اعمل اغلاق يعمل لي ريفريش. نيجي هنا قلت فورم 12، فين فورم 12 النميز ده؟ ايه ده فورم 12 اهو، شيلد 3 اهو، ده العنوان اللي حبيبي، ده العنوان. هناخد بقى العنوان ده وهنحط هنا دوت ريكويري، بس الكيوري انا مش حافظ كلمه ريكويري مظبوط. هنجيبها منين بقى الكويري؟ إيه ان شاء الله هنوصل لها دلوقتي. احنا ممكن نوصل لايه؟ نخش على كود دلوقتي كده اهو ونكتب مي، عشان الكلمه دي بنساها دايما، مي دوت ريكويري، ما مش هيجيبها لي. مي دوت تكست، في تكست طيب هنا ولا في تكست؟ خلاص ماشي، مش عارف اوصل لكلمه الكويري دلوقتي. ايه وصل؟ ممكن نوصل لاي حاجه هنا تجيب لي الكويري؟ كلمة الكويري دي عايز اسجلها في اي حتة عشان انا مش حافظها. تعالى يا ابني اسحب بقى الكلام ده. ممكن اجيبها من مايكرو، من مايكرو. فين الكويري او الكلمة الكويري الرخمة دي؟ نكتبها بالظبط. ار اي كيو يو E R Y. تاخد بقى الكلمة دي ونضيفها هنا في عند الإغلاق، يعمل لي مهام ماشي، يعمل لي مهام الكلوس. أنا دلوقتي عايزين من مهام الكلوس. طيب ماشي، طب ما هنعمل كلوس. أنا مش حافظ كويس، أعمل إيه طيب؟ هنحول الماكرو الى كود، هنحول الى الماكرو الى ايه؟ كود. لا مش ده اهو، الماكرو الى كود اللي هو كلوت ويندوز ده، هنحوله الى كود. هتلاقي اخر حاجه تحت، هو ده، هو ده كروس اهو. وفي نفس الوقت يا ريت تمسح، يا ريت تمسح اول بام عشان ايه؟ ما ياخدش مساحة في البرنامج، الحاجات دي بتاخد مساحة أوي أوي أوي. هنمسح ده بقى وهنعمل له حاجة تانية خالص. كود، كود أهو، وناخد الكلمة التانية. استنى ده هيسيف، هيسيف اسم ايه ده؟ ماشي اخويا، ماشي بأيقونة مشكلة. ما سي ايه؟ ما حدثليش، ما حدثليش ليه بقى؟ ما حدثليش، ما اعرفش. هنعرف حاجة، ممكن نحط ده الأول بعد كده نعمل إغلاق. ما عملهاش برضه. طب هل هو حدث؟ طيب هو مشكلة في التحديث. ريكويري هل هيعمل حاجة يحدثها لي؟ قالت العالم المغرب ده، نمسح ده كده، سيف موف. بس ما حدثهاش ازاي؟ ليه ما حدثتش ليه يا جميل؟ بص هو مبدئيا كده هو يمكن ما عملش التحديث علشان هنا عامل فورم 12 واحنا في فورم 5، بالك يعني. فاحنا ممكن نعملها 5 طيب ونشوف.
يعني ما ينفعش يحدث في ما ينفعش يحدث سب فورم وهو اصلا مغلق الفورم نفسه. مهزلة مهزلة، أنا بنسى بسرعة بنسى بسرعة. فين فورم واحد؟ هيعمل موف وهيعمل اد، هنجيب دي وتمام كده خلاص. عمل تحديث اهو في ساعتها خلاص. ايقونه اهي، هندخل ايقونه ثانيه، هنجيب بس الموف ديت ونعمل ايه ايقونه جديده. مفيش كده ايقونه، هات الشعار التنجان ده اهو. ايه بقى؟ ليه هنا؟ انت هنا فعلا في فورم 12. انت هنا في فورم 12، ثواني كده لازم تخش هنا. انا كده فهمت، فهمت انا كده ليه ما عملش. انا كده فهمت، لازم هو فعلا لازم تكون انت في فورم 5، لازم تكون انت في فورم 5. يكون فورم 5 هو المفتوح. فين فورم 5؟ هو رقم ايه؟ 12. بص يا سيدي، احنا علشان نوصل لايكون المنشأ ده يفتح لي 5 ويقفل لي 12 فورم 12، نكتبهم بقى كده اهو. فورم 12 يتقفل. ايه تاني؟ 8 يتقفل. ايه تاني؟ و10 يتقفل. ايه تاني؟ و12 يتقفل. يبقى 8 و10 و12 دول يتقفل. كروس كروس اقفل اهو. هنعمل ده ده واحد واثنين وتلاتة. يا ابني يا ابني يا ابني، يبقى 8 و10، وفي نفس الوقت اوبن فورم بقى. طب اوبن فورم ديت كودها ايه؟ هنعرفها حالا دلوقتي. اوبن فورم، بس هو ده الحل الوحيد. فين الاوبن فورم؟ خش على ماكو، هات لي يا سيدي اوبن فورم، هات لي اي فورم. فورم 5 اهو يا سيدي، حولها لي كود. ده كروس وفي نفس الوقت اللي احنا عايزين ده يتمسح. ايش ده يتمسح وده يتمسح؟ هو كده مش هينفع يتمسح الا ايه؟ هو ليه اهو هو ده يتمسح؟ مش عايزينه مش عايزينه، هياخد مساحات على الفاضي. وده مش عايزينه، والافندي ده مش عايزه، مش اصلا، والماكرو ده مش عايزه، الماكرو ده مش عايزه. عادي، ممكن لو ده مهم ممكن ابقى من الناحية التانية. ماشي، الفندية دوت، الفندية دوت مكان هنا. Thank you.
ماشي، ما عملش باك خالص. برضك ما عملش بلوك، ما اعرف ليه السبب. بص 12 12 12 عشان الكلوس نفسه ما عملناهاش، هو بتاعه هو، بس ده في الاخر، في الاخر خالص. بص نفسه انا هغير هيك كده. ده اللي يهمني، ده اللي يهمني، مش عايزين لك. خلاص خلاص خلاص، همشيها كده يعني، مش لازم نحدثها على طول، عشان برضه انا برضك لازم يكون الفورم 5 يكون مفتوح، مش هقدر اقول بقى كود او هتاخد مني وقت كبير. خلينا في الفترة الجاية اللي احنا نحاول نعملها، بس كده ادت الغلط، كده غيرت الايقونة، كده غيرت. بالنسبة للايقونة دي، هل كده خلصت مهمة؟ لا، في لسه في مهمة التصلحيات اللي هنا، تمام. يبقى احنا هنعمل بس ال هنلف الكلام ده دي بقى هتاخد نفس الفورم بتاع 35 نسخ، بس هتصغر جامد. تودي اهي، مش هي دي؟ هي دي، هتصغر جامد. هتاخد 335 صفر، تيبل 365 صفر. نقعد بقى ايه، نصغر فيها لحد ما تصغر. بس عشان نقدر نضيفها في الصلاحيات وتنزل بنفس الأيقونة دي بقى، المرة دي تبقى 350 دي بقى. اي هو ده، لسه عايز تصغر تاني، تصغر تاني، تصغر تاني. يعني شغال اصلا كده كده اساسا. ديت المفروض اساسا ما يبقاش فيها ايقونه، بس هي انا حطيت لها ايقونه عشان برضك تبقى شكلها حلو. لا، عايزين نعمل نشيل البرواز ده اللي هنا، شيل بس. طب تعالى نغير الايقونه، نموف اد ايكون. هل هيأثر؟ بص، بالنسبة للسوزوكي دي غلاق هنا زي حاجة بحجمها الكبير المعروفة اهي، تمام. لكن احنا بنروح عند اضافة ادمن ونضيف ادمن جديد عادي خالص،
ادخال، هنخش نيجي ندخل الصلاحيات، بتنزل بتصغر الايقونه بتاعتها تصغر يعني، بس احنا عايزين نكبرها شويه ما يبقاش كده يعني، نمني من كده مش باين حاجه اهو 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 كده. دي بس الايقونه بس كده. تعال نغيرها تاني بشكل تاني، ريموف وات هات الشوفر ليه ماشي بتغير ايه، وبتخش عند الادمن عشان تعمل بيصغر حجمها بيصغر حجمها خالص، بس هو اللي انا عايزه. مشتريات عملناها قبل كده، والماليه والمخازن و طب المرة الجاية هنعمل ايه؟ المرة الجاية هنعمل حاجة مهمة أوي. ايه هي؟ هقول لك يا سيدي ايه هي؟ الفتح مظبوط خلاص خلاص، دخول اتعملت ما تعملش ايه، اتعملت خلاص خلاص. دي بقى يا حبيبي هنعمل لها خلفيه المره الجايه، ازاي احنا نعمل خلفيه ونتحكم في خلفيتها وتبقى ممطوطه ممطوطه عن طريق ايضا زرار الادمن ده وليس المستخدم. المستخدم مش هيعمل خلفيه ولا حاجه.